not sharing the loans with family members. من رياض الأطفال لحد السنة. مش جايين نتكلم على تابلت وحاجات كده لأن ده بيبوظ لنا الحدود. الحديث عن التابلت والثانوية التراكمية بيفسد ما نقوله. المهم إن إحنا نعرف إن ده موضوع معروف في العالم كله. الجدل المصري حوله لا يلتفت إلى ما يحدث حول العالم. وجوده في البنك الدولي معناه إن كل الخبراء اللي شافوه يعلموا إن هو ده الطريق الصحيح. احنا مشكلتنا كلها في النظام الحالي هي طريقة التقييم. طريقة التقييم معمولة عشان نقيس مهارة أصبحت غير مطلوبة وبالتالي نبقى مش معبرة عن مهارة حقيقية عشان كده بنتكلم عليها. وبما إنها بقت الهدف الرئيسي لمن يدخل مسار التعليم ما بقاش التعلم بقى الحصول على هذه الدرجات كان لازم على الأقل نربط الدرجات بقدر معين من فهم الموضوع من التعلم يعني. عشان كده المكون ده بيتكلم على إصلاح نظام الامتحانات في المرحلة الثانوية وإدخال التقييم الوطني الخاص بالصف الرابع ده في النظام الجديد وتطوير امتحانات الصف الثالث الإعدادي برضه في النظام الجديد عشان الناس بتلخبط ابنه النهارده في الإعدادية أو في سنة رابعة ده ملوش علاقة بيه. العلاقة باللي طالع من الحضانة لما يوصل سنة رابعة أو إعدادية عشان بس تنقلوا المعلومات مش عايزين نوصل صورة يعني تبلبل الناس